السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المقاولون العرب، مباراة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز. متابعينا الكرام، نادي الزمالك يواجه المقاولون العرب اليوم بإذن الله تعالى الثلاثاء الموافق 21/12/2021 21 ديسمبر 2021، المباراة معادها الساعة 8 مساء توقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق. المباراة معادها الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش، الساعة 6 مساء عذرا بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القانون كل المباراة قناة اون تايم سبورتس اتش دي 1 اون تايم سبورت الأولى. معلق المباراة بلال علام، وملعب المباراة ملعب بوتر سبورت. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو وتوقع نتيجة المباراة واكتب في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.